اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. في هذه الحلقه وربما في حلقات عديده اخرى قادمه ستناول بعض التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في العراق، واولهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، وما اكثر هذه التصريحات الحقيقه والتي تنم او تظهر هذا الانفصال الشديد بين يعني انفصالهم الشديد عن واقع الحال، بعدهم عن ما يجري في العراق تماما ومحاولتهم التضليل، وأن كل ما يجري اليوم هو محاولة لخداع الناس وتضليلهم، وهذه الحكومة حالها حال الحكومات السابقة، ليس من مسؤوليتها إخراج العراق من أزماته وإنهاء هذا الحال الشاذ الذي بدأ من عام 2003 لحد الآن، لكن مهمتها الأساسية هو استمرار هذا الحال. هذا واقع الحال. التصريحات كثيرة لمصطفى الكاظمي، ربما هو أكثر من يصرح، هو ومستشاري وبطانته ومن يعني يطبلون له، إضافة إلى تصريحات الكثير من أرباب العملية السياسية وقادتها وميليشياتها. يعني سنبدأ مثل ما قلت في تصريحات رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في خلال جلسة مجلس الوزراء مثل ما يسمى، اللي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي. إحدى هذه الجلسات تحدث الكاظمي جملة من النقاط، لكن قال حدد مهام حكومته. قال بالنص: ليس المطلوب من الحكومة، يتحدث عن حكومته، ليس المطلوب من الحكومة صنع معجزات كبيرة، هذه واحدة. إنما المطلوب هو، ما هو المطلوب؟ إنما المطلوب هو توفير الأمن، حماية الاقتصاد من الانهيار، والوصول إلى الانتخابات المبكرة. هذه مهام الحكومة كما حدثت. دعنا من كل الوعود ومن كل التعهدات التي قدمها مصطفى الكاظمي، لكنه عاد وقال ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى، نحن لا نستطيع أن نصنع معجزات ولا حد ينتظر من عندنا شيء، هذا واضح بالكلام. المطلوب من عندنا هو توفير الأمن، النقطة الأولى، حماية الاقتصاد من الانهيار، الوصول إلى الانتخابات المبكرة. طيب، إذا ما قبلنا بمهام هذه الحكومة مثل ما حددها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، فإنما أمام تصريح الحقيقة لا يمت لواقع الحال بصلة أبدا. لأن في النقطة الأولى توفير الأمن، يعني توفير الأمن هو هذه النقطة الأساسية اللي قالها الأولى، توفير الأمن. كيف يمكن توفير الأمن؟ ومن يعبث بالأمن؟ علينا أن نحدد يعني كيف نوفر هذا الشيء، وما هي السبل، ومن يمنعنا عن توفيره، ما هو أساسا، ما هو مفهوم الأمن أصلا. هناك مفهوم شاذ للأمن في العراق، عليه أن يصححه أساسا، عليه أن يعيد بناء الإطار الأساسي لمفهوم الأمن في العراق. ما هو مفهوم الأمن؟ وبأي قوة يمكن تحقيق ذلك؟ هل أن ولاء يعني المنظومة الأمنية لعقيدة الوطن، يعني هي منتمية لعقيدة وطنية ولفكر وإطار وطني؟ هذا واحد من الأسئلة الكبيرة. هذه القوى العسكرية والأمنية شكلت، وهذا تاريخ وهذا واقع الكل يشهد عليه وهو لا يستطيع أن ينكره، شكلت بمحاصصات طائفية وإثنية واضحة، والمناصب هذه يعني القيادات في كل هذه القوى العسكرية والأمنية وزعت كذلك بالمحاصصات، وكانت تعترض هذه الفئة وتعترض تلك الفئة وتعترض هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذا هذه القومية وتلك القومية عن هذه المناصب وأعداد من فيها، وما زالت الاعتراضات قائمة لحد الآن، وما زالت الترضيات وما زالت الاجتماعات وما زالت تعقد في غرف مغلقة ويتم التراضي حولها. إذن نحن أمام منظومة لا يمكن أن تنفذ شيء، لأن عقيدتها ليست وطنية، ليست منتمية إلى الوطن فقط، ولا تنتمي إلى أحزاب وقوى يجب أن ترعى مصالحها أولا. هذه القضية. ومن يعاني القضية الأخرى، من يعاني من انتهاك الأمن، المواطن أم القوى الميليشياوية والحزبية؟ ثانيا، يتحدث عن حماية الاقتصاد العراقي من الانهيار. ما
ما هو الاقتصاد العراقي منهار. ليس هناك سياسة اقتصادية في العراق، السياسة الاقتصادية الآن في العراق هذه اللي يسمونها سياسة اقتصادية، وهي ليس لها علاقة بالسياسة الاقتصادية. عملية لجمع أموال لغرض توفير أموال رواتب الموظفين المتقاعدين فقط، في كل شهر يعني هناك حملة لجمع أموال اللي ترد عن النفط وغيرها لكي يجمعوها، والباقي كلها ديون وقروض لكي يوفروا رواتب الموظفين والمتقاعدين. هل هذه سياسة اقتصادية وطنية؟ نحن نحتاج إلى سياسة اقتصادية، سياسة اقتصادية وطنية. إذن الاقتصاد منهار، فكيف تحافظ على شيء منهارا من الانهيار؟ هو منهار، هذه حقيقة. ليس هناك اقتصاد دولة، ليس هناك اقتصاد بالمفهوم الحقيقي. القضية الآن هو انهار الاقتصاد عندما تقترض أكثر من ثلاثة أرباع المبلغ الذي تحتاجه شهريا. ماذا يسمى هذا؟ ليس يسمى هذا انهيارا؟ ألا يسمى هذا قيود برقبة الشعب العراقي ورقبة الوطن سيدفعها شاء أم أبى؟ هذه الحقيقة، هذه في هذه القروض تكمن عمليات الانهيار، في هذه العملية اللي يسموها سياسة اقتصادية تكمن خيوط ونقاط انهيار الاقتصاد العراقي. الاقتصاد منهار تماما، ولا يكفي البقاء أن نشكو من الماضي ولا نفعل شيئا، أن الحكومات السابقة هي التي أدت بنا إلى هذه الحالة، وماذا نتفاعل معهم؟ كلهم موجودين، كل شخوص ورموز الحكومات السابقة والعملية السياسية الآن موجودة في العراق وتعيش في بحبوحة وتحكم في العراق. هل تستطيع أن تلقي القبض عليهم وتحيلهم إلى القضاء لكي ينالوا حقهم مما فعلوه في العراق والعراقيين؟ هذه قضية لا يمكن قبولها. أما قصة الانتخابات المبكرة التي هي واحدة من يعني الركن الثالث في مهام الحكومة مثل ما حدث الكاظمي، فهذه يعني قضية تبدو خيوط اللعب فيها مكشوفة وواضحة، لا تحتاج إلى الكثير من الجهد للحديث عنها. ماذا يعني أن نحدد موعدا للانتخابات؟ هو هذا الموضوع الصعب؟ هذا ليس صعبا، هذا أي رئيس وزراء تأتي به، أي موظف يستطيع أن يحدد الموعد، لكن المهم في ذلك أن تجرى الانتخابات في ظل نفس الظروف، في ظل نفس الميليشيات، في ظل تغول نفس القوى، في ظل قانون تسنه القوى التي خرج الشعب ضدها، قانون انتخابات تسنه يعني وتضعه القوى التي خرج الشعب عليها ويتهمها بالفساد والخراب والتدمير، وهي من خربت العالم، وهي التي من أجلها ومن أجل رفضها لم يشارك في الانتخابات السابقة 82% من الشعب العراقي، أكثر من 82% من الشعب العراقي رفض أن يضع يده في صناديق انتخابات مزورة من البداية تشارك بها هذه القوى. الآن هذه القوى هي من تضع قانون الانتخابات، هي من تحدد إطاره، هي من لديها السلاح، لم تستطع أن تلغي السلاح، لم توقف الفساد، لم توقف المال السياسي التي تتاجر به هذه القوى. فبالتالي احنا ذاهبين في نفس البيئة ونفس المناخ ونفس الظروف إلى انتخابات تسميها مبكرة، فماذا ستكون النتائج؟ ستكون النتائج طبقا للنتائج السابقة، نفس المواصفات لا تغيير، وتتحدثون عن تغيير. إذا قضية الانتخابات أيضا كذبة كبيرة لا يمكن قبولها، ولا يمكن الحديث عن شفافية. ويعني هم قالوا عن الانتخابات السابقة وكل الانتخابات هذه الجولات من ما يسمونها انتخابات انها اكثر شفافية، واخر هذه الانتخابات اللي جرت في عام 2018 واللي لم يشارك فيها 82% من الشعب العراقي، قالوا ان نريدها اكثر شفافية واكثر نزاهة، وبالتالي عندما انتهت واعلنت النتائج يعني شهدنا معارك فيما بينهم واتهامات فيما بينهم، يتهمون البعض بالتزوير، وظهر من على ألسنتهم أن هذه الانتخابات كانت أكثر انتخابات تزويرا في العالم. هذا واقع الحال، فنحن نذهب إلى انتخابات لنزور بها، نزور واقع الحال، نزور إرادة العراقيين. هذه هي الانتخابات المبكرة التي طالب بها الشعب، وقدم خيرة شبابه، أكثر من 1000 شاب عراقي بعمر الورد قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لهذه القضية، ومن 11 شهرا خرجوا بثورتهم وما زالت تعد ثورتهم بالكثير، وتتعهدونهم بالثبور والقصاص. هذه الحقيقة جزء من هذه الأحاديث ومن هذه التصريحات التي لا يمكن قبولها،
ولا يمكن للشعب أن يعني يضلل بها. نحن أمام ظاهرة للتضليل، ظاهرة صوتية، حكومة ظاهرة صوتية الحقيقة ليس أكثر، محاولة للعب، محاولة للبهرجة، محاولة صور، عرض صور وأفلام لرئيس الوزراء ولأفراده، لكن واقع الحال أنها لم يجري شيء. الكل سكن الموضوع ذهابا إلى الانتخابات لكي يقولوا أن الشعب قد اختار، وبالتالي على العملية السياسية أن تستمر. هذا ما يسمح به الوقت. ألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم.